دبي تعطيك أمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد، فأنا بالفعل فخور بنفسي وفخور بهالدولة الطيبة. لبناني أنا شخصيا، ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحم أبوي زايد، ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. ليس هو بالرجل العادي، بل إن طموحه واسعا بحجم الأفق، وأحلامه لم تكن تعترف بسقف تقف عنده، مثابرا ومبدعا ويعرف كيف يسلك طريقه نحو القمة. ريادة الأعمال في دولة الإمارات العربية المتحدة تحتاج إلى هذه اللؤلؤة المتميزة. اليوم وبلقاء خاص نلتقي مع لؤلؤة متميزة من عقد اللآلئ في الإمارات العربية المتحدة، ونسلط الضوء على العمل والمثابرة والوصول إلى التميز في العمل، مع رجل الأعمال السيد محمد القايدي، صاحب ومؤسس محل مكشاتي الخليج. أهلا وسهلا بك سيد محمد. يا مرحبا. هكذا رجال الأعمال الناجحون مثل الفراشات المتحركة التي لا تتوقف عن العمل واغتنام الفرص. عرفنا عن أهم المحطات العملية التي مررت بها قبل افتتاح مكشات الخليج.
أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. بدينا مكشات الخليج محل التاجر الإلكتروني من أبو ظبي، رخصة التاجر أبو ظبي الإلكتروني السنة الماضية، والحمد لله لاقت نجاح ومشينا معهم الحمد لله على تم وجه. ورغبة من الجمهور أن نفتح لهم محل رسمي ومعرض رسمي يشوف البضاعة على عينهم، تم افتتاح محل مكشات الخليج في منطقة شوكل. سيد محمد، لنتحدث عما يقدمه مكشات الخليج من مستلزمات. مكشات الخليج يحتوي على عدة أنواع المستلزمات، المستلزمات العادية والمستلزمات الكهربائية. نعم. عندنا الكهربائية اللي تقدر أنك تشغلها عن طريق سيارتك، عندك الأشياء اللي هي العادية مثل قدور الضغط الأفغاني، الجلسات الخارجية، جلسات المرتفعة، كل ما يحتاجه الرحال لأدوات الرحلة. اعتمادنا على المنتجات القوية اللي هي الكورية والأشياء الصناعة المحلية والأشياء اللي يعني إن شاء الله نتبيض الوجه. رجال الأعمال هم رجال الفرصة، هكذا يوصفون دائما بأنهم يستغلون جميع الفرص من أجل نجاح أعمالهم. ما هي التجارب والمراحل التي مررت بها خلال وفي بداية تأسيس مكشات الخليج؟ كوننا نحن من أهل البادية في الإمارات، بيئتنا تحكمنا، يعني نحن من يوم نحن أطفال نحن في البر في المكاشيت، ونطلع ونروح ونقعد ونخيم. غير هذا نحن نمتلك تقريبا أكبر تجمع خليجي في قروب مكشات ومقراص، فنحن نحتاج لها الأشياء هذه وكل حد يحتاجها. فمثل ما قلت لك بيئتنا حكمتنا في هالشيء. نعم. والحمد لله تم افتتاح هذا. بدينا هي كمرحلة أولى كان تاجر إلكتروني لحد ما وصلنا تنفيذ الفكرة على أرض الواقع. نعم الحمد لله. سيد محمد، بشخصيتكم المتميزة والقوية والحاسمة والعمل بشراكة مع أشخاص يثقون بهم، من هم جنود الخفاء الذين ساهموا في نجاح عملكم مكشات الخليج؟ أخوي وبن عمي سالم اللي هو واقف في ظهري، سواء أنا في الدوام أو غيره، هو الجندي المجهول الموجود في المحل اللي تم تعاقد مع المؤسسات الكبيرة في توريد البضايع للمحل.
محمد وضع الخطط والاستراتيجيات الواضحة أوصلك لتحقيق أهدافك بشكل متقن وزمني محدد. كيف وصلتم إلى هذا النجاح والتميز في عملكم من خلال مشروعكم مكشات الخليج؟ نحن وصلنا إن شاء الله وراح نوصل لأعلى المستويات بالمصداقية بالوقفة على الحلال. نحن بنفسنا قايمين على حلالنا. نختار المنتجات الكواليتي ونتعاقد مع مؤسسات وشركات كبيرة اللي هي الشركات الأم عشان نقدر نورده للناس بسعر أقل، لأن مشكلة الناس سواسية في الدفع، في الغني وفي المتوسط وفي الفقير، وإن شاء الله مع مكشات الخليج الكل راح يكشف بإذن الله تعالى إن شاء الله. ما هي النظرة المستقبلية التي نظر إليها السيد محمد بالنسبة لمكشات الخليج؟ النظرة المستقبلية إن شاء الله راح تكون موزع ومنتج ومصنع لأدوات الرحلات ككل إن شاء الله. خطوة موفقة إن شاء الله. سيد محمد، تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى خلق فرص عمل لمواطنيها وزيادة نسبة الأيادي العاملة ضمن الدولة من أبنائها في شتى القطاعات والمجالات، وبالتالي الاستعداد للتطوير الذي تشهده سوق العمل. كيف تصف هذا الدعم الذي تقدمه دولة الإمارات للمستثمرين جميعا؟ شيوخنا ما مقصرين وتاج على الرأس، داعمين يعني طريقة غير محدودة. يعني اليوم أنت قبل كنت عشان تفتح محل ولا عشان تفتح رخصة لازم تروح وتراكب بالبلديات وتروح دائرة الاقتصاد، اليوم أنت تخلص كل شيء بتليفونك وانت قاعد باللابتوب وانت قاعد. نعم. الله يطول بعمرهم، داعمين وبارخص الأسعار، يعني مش أن هذاك السعر المبالغ فيه اللي عشان تفتح رخصة أو عشان أنك تسوي لك مشروع، لا العكس، الحمد لله داعمين وداعمين بطريقة صراحة كبيرة، جزاهم الله خير. سيد محمد، من خلال القدرة على اتخاذ القرار والإصرار والمثابرة نحو بلوغ الهدف، نتمنى منكم بعض الكلمات التحفيزية لفئة الشباب والشابات المقبلين على العمل. أنصح الشباب بدراسة الجدولة والمشروع اللي يكون نادر، فالمشاريع المتكررة فاشلة، وعليكم برأس المال، رأس المال جبان، ادفع وغامر ولا تخاف، بتحصل تحديات في السوق، بتحصل الناس محبطين، وبتحصل الناس اللي تسيء لك للسمعة، استمر وتوكل على الله، ما حد سلمان من هالشيء، توكلوا على الله. شكرا لهذه الرسالة الجميلة المليئة بالكلمات التحفيزية، نتمنى أن تصل إلى كافة الشباب والشابات. سيد محمد، النجاح ليس بالأمر السهل، ما هو النجاح من مفهومك الشخصي من تجربتك خلال تأسيسك هذا المشروع؟ النجاح بالاستمرارية، النجاح بالعزم بشدة الحيل، النجاح بأنك تقوم على مالك أنت بنفسك ما تعتمد على عامل، نجاح انك تثابر وتشتغل يوم ورا يوم ولو تحصل الناس انتقاديين كثير، ليش مكانك في هالمكان، ليش مشروعك هالمشروع، روح دامك مؤمن بمشروعك توكل على الله. سيد محمد، نريد منك رسالة من القلب إلى القلب لهذه الدولة المعطاءة، بلد الأمن والأمان، بلد السلام، بلد السعادة، في ظل القيادة الرشيدة من حكام وقادة وشيوخ. الله يرحم كفبانيها، والله يطول بعمار الباقين، جزاهم الله خير، مش مقصرين وداعمين، داعمين للمواطن بالدرجة الأولى وهم تاجر على الرأس. نشكرك لهذه الرسالة الجميلة، لهذه الكلمات النابعة من القلب وستصل متأكدين إلى القلب. شكرا لحسن الاستضافة، شكرا لهذا اللقاء الرائع والمتميز. أنتوا اللي مشكورين، جزاكم الله خير وما قصرتوا، بيض الله ويوكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم سالم القايدي في محل مكشات الخليج في منطقة وادي شوكة على طريق الشارجة كلبع. عندنا البضاعة طبعا متنوعة في المحل بشكل عام للرحلات للسفرات والأمور هذه. عندنا منتوجات طبعا كصناعة كورية كجودة وكواليتي، عندنا أشياء اللي هي مماثلة الدلال المماثلة لبعض المحلات، عليها مطابقات المواصفات الإماراتية وكجودة عالية تحفظ الحرارة وشيء طيب. وعندنا مثلا مثل هذه الكواية جايبينها من تنزانيا، يعني نحاول أن نوفر للجماعة بضاعة متنوعة ومش موجودة في السوق، فريدة من نوعها.
فنحاول نطور المحل بتطور بالأشياء الغير موجودة وبأشياء كاملة. ونفس ما تشوفوا في المحل البضاعة متنوعة، عندكم مثلا الدلال بأنواعها، دلال الرسلان، دلال البغداديات، عندكم أباريق صناعة هندية، عندكم الدلال الرسلان اللي هي صناعة باكستانية، عندنا موجود اللي هو القدر الإيراني اللي هو قدر الضغط، وقدر الضغط الأفغاني، والقدر الضغط العادي اللي هو الصيني متعارف عليه. مرحبا فيكم في مكشات الخليج، وإن شاء الله أنكم بتحصلون أطيب الأسعار وأفضل الأسعار والجودة العالية في المنتجات إن شاء الله، وما لكم إلا طيبة الخاطر. مشاهدينا، لقد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. انتظرونا في حلقات جديدة وقصص نجاح جديدة. إلى اللقاء. دبي تعطيك أمان. وظل القيادة الرشيدة اللي فيها، اللي هي حببت الناس والعالم كله في هالبلد. فأنا بالفعل فخور بنفسي وبفخور بهالدولة الطيبة. لبناني، أنا شخصياً ابن مصر. قيام على البلد ليل مع نهار، تركيزه، ما كنا وصلنا للي وصلنا. أنا والله عمري من عمري 5 سنين وأنا تحت البوش، وهذا يعني اللي ماله ماضي الله يرحمه ويزايد ماله حاضر. فاليوم الكل عايش سواء موافد أو مواطن، نحمد الله سبحانه وتعالى أن نحن في أمان وفي استقرار وفي أحلى، يعني وين ما تروح تلقى أنك أنت بين أخوانك وبين أهلك وبين ربعك وبين عشيرتك وبين الجميع. نفدى تا